احتفلت عدد من طالبات كلية العلوم الإدارية بصنعاء بتخرجهن بعد سنوات من التحصيل العلمي والمعرفي. جمعتهن الصداقة وسنوات الدراسة، واجهن الصعاب والكثير من المنغصات، وهن اليوم يتوجن ثمار تعبهن وسهرهن بتخرجهن بعد 4 سنوات من التحصيل العلمي والمعرفي. هنئ بنتي بمناسبة النجاح، والحمد لله على نجاحها، ورغم ظروفها الصعبة اللي مرينا عليها في البلاد، والحمد لله على كل حال. الحمد لله تخرجت بعد 4 سنوات، حلم يعني كان صعب جدا فيها رغم هذه الظروف الصعبة، إلا أن احنا تخرجنا. دفعة أعز أصحاب ضمت 6 خريجات من كلية العلوم الإدارية، واتخذت لها شعار الميثاق الوطني اعتزازا وفخرا به، باعتباره يمثل دستور ومنهاج وسطي شاركت في صياغة عدد من القوى الوطنية، حيث أرست التعددية السياسية والحزبية بين كل شرائح المجتمع، وكد التداول السلمي للسلطة قولا وعملا. سميناها طبعا الميثاق الوطني مش لشيء، إنما عشان ندعو جميع الجهات المتصارعة أن تتحد وأن تمشي على مسار واحد، لأن احنا بصراحة تعبنا طول هذا الفترة، كيف الدول المتقدمة بتتقدم وإحنا بننحدر، لكن احنا بشباب المستقبل بنتقدم وننمو إن شاء الله، ونكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لنا. الخريجات عبرن عن سعادتهن وهن يطولن سنوات من السهر والتعب، مهدية تخرجهن للزعيم صالح وإلى وطنهن وكل من وقف لجانبهن، معبرات عن شكرهن وتقديرهن لقناة اليمن اليوم وإدارتها على حضورهم الحفل ومشاركتهن فرحة التخرج. لطيف الفقيه، اليمن اليوم. ختام النشرة، تذكير بأبرز العناوين.